أبو كرم، أنا أعتقد يعني عطفا على لقاء البارح، خلينا نقول من مباراة واحدة وصعب أنك تحكم، وفي تغييرات شبه جذرية ووجوه جديدة وزي ما ذكر في التقرير، لكن أنا استغرب أنه في تركيز على حراسة المرمى وعلى الشباب، وفي من تكلم على مدير منتخب وعلى تعيينات، كل الكلام هذا ما ينفع. الواضحة المشكلة في خط الدفاع. البارح أنت متقدم بهدفين في وقت مبكر وجاء التعادل وبطعم الخسارة. المشكلة في المنتخب هو خط الدفاع وعناصر خط الدفاع. عندك وسط، عندك مهاجمين، عندك حراسة، كل هذه موجودة والخطأ وارد، ولكن خط الدفاع هو المشكلة. مدرب المنتخب مطالب بإيجاد تنظيم أفضل وبعناصر أفضل من الموجودين. مو معقول أنه 170 نادي في السعودية ما يلقى مدرب. طيب اعتزل أسامة هوساوي، الله يوفقه ويساعده، راح تيسير الجاسم، خلاص وقفت البلد؟ نعم. احنا عندنا 170 نادي. طيب احنا في قارة، احنا في بلد صغير، فيجب بحث عن لاعبين في خط الدفاع أفضل من